وهذه سائلة تقول: هل يجوز استخدام بخاخ كباسين وأكسجين؟ هل يجوز استخدام بخاخ تقول كباسين وأكسجين عن طريق الفم أثناء الصيام في رمضان؟ اللي يدخل إلى الجوف لا يجوز، من البخاخ وغيره يدخل إلى الجوف وينشط الجسم، وفيه ماء وفيه دواء، فيه ماء وفيه دواء يدخل إلى الجسم، خليه في الليل، استعمله في الليل. وإن كان لا يستطيع البقاء إلى الليل يستعمله يقضي هذا اليوم لأنه مريض. نعم.